لنا محمد تكشف عن حبيبها في حفلة عيد ميلاد غزة مروان، شاهدوا المزيد من التفاصيل. انتشر مقطع لنانا محمد في حفلة عيد ميلاد غاية مروان مع الساحر اللي أحضروا غاية مروان لعيد ميلاده، والساحر طلب من لنانا محمد تحط موبايلها على قلبها وراح يرن حبيبها، وبالفعل تلقت لنا اتصال كان من عزام حبيبي. أترككم على المقطع. اخدك برا البيت، برا البيت، انا اخوها. لا اخوها، لا اخوها،